السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. بدءا من غدا 3 شروط للمغادرين والقادمين إلى السعودية. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. جديد أخبار الوافدين والمغتربين في السعودية بدءا من غدا، 3 شروط للمغادرين والقادمين إلى السعودية بعام 2022، وبالتالي في ذات الصدد فتتطلب إجراءات الخروج من السعودية والعودة بعد فترة الأزمة الحاصلة بعض الشروط. وفي هذا الفيديو سنوضح لكم 3 شروط للخروج أو مغادرة الوافدين من المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم، وهنا بعض الإجراءات اللازمة والتي من المفترض أن يلتزم بها الوافدين لإتمام ذلك على أكمل وجه. وفي هذا التقرير سنوضح لكم 3 شروط لمن يرغب بالسفر والخروج الاضطراري وخاصة خلال هذه الفترة. 1. الحصول على تأكيد وموافقة من وزارة الداخلية ومديرية الجوازات السعودية. 2. حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه بموجب توفيض رسمي أو وكالة شرعية. 3. إحضار أصل جواز سفر طالب التأشيرة وصورة أصلية من رخصة الإقامة. سارية المفعول لمن يريد أن يعود. متابعين، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.